تربيتي هنا وكبرتي هنا وكنتي خدام بخير بخير وتزوجتي، شنو اللي خلاك توصلتي لهاد الحالة هذه؟ الكحلة والدنيا هكا غادا. انت شو تذكرتني انا البارح كنت عايش في اوتيل اليوم زقت في بركة. سيرتو الشباب اللي جون يعني كيقول لك راه غنجرب، انا راني واعي ما يدير لي والو، غنجرب وانا عارف هادشي دا خايب. كيجرب النتيجة شوف بالك كبيرة. شوف هادي واش هنايا عشت ندم اصاحبي، انا كان عندي كلشي الحمد لله كل شيء، انا عشت احسن من الملوك اصاحبي، كنت كنرباح ولدي ربحت وانت الشي اللي كان عندي كلشي اللي دوزها وكلشي مشى في الهاوية. بس في هذا الفيديو اخوتي غادي تشوفوا الاضرار ديال الدروغا في كتوصل الانسان. في هذا الفيديو اللي صورنا اخوتي صورنا واحد الحاله اللي بنادم يعني ملي غتشوفها غيضرك خاطرك، والله حتى غيضرك خاطرك، غتعرف باللي ديك السم ديال الدروغا اللي كنديروه في واحد الخيط اللي كنكونوا يعني طايجين ولا في الصغر ديالنا فين كيوصلنا. في هذا الفيديو هذا الاخوان غادي نتعرفوا القصه ديال واحد السيد رجل مغربي اللي كان لاباس عليه، اللي كان كيلعب فلوس كيلعب بيها، فجأة تعرف على واحد الإنسان اللي بدلت له حياته من حياة الملوك إلى حياة التشرد. بس في هذا الفيديو أخوتي غادي نوضحه يعني الأمور ديال هذا السيد كيفاش كانت وكيفاش ولات وشنو حرمت شنو حيدت له هاد الدروغة شنو حيدت له. وأهم حاجة أخوتي في هذا الفيديو بغينا نوصل واحد الميساج للأب الابن ديالو. الابن ديالو. بغينا نوصل الميساج للابن ديالو للأب ديالو دابا، يعني هذا اللي غادي يصوروا معاه عنده واحد الحرقة اللي بغى الولد ديالو يجي يشوفه لعل وعسى ينقدم ديك الحالة اللي هو فيها. وكنوجه شكر خاص للمتابعين ديالنا وشكر خاص 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 للسيد عبد اللطيف اللي هو اللي شاف هاد الراجل هذا مسكين وتواصل معنا، وحنا كما العاده قناه ايرمانوس من برشلونه لبينا النداء ومشينا حتى تما. بس خوتي ما تبخلوش هنا كما ديما بارطاجيو هذا الفيديو بوركي فيه عبره، والله خوتي فيه عبره، بغينا يوصلوا بزاف ديال الشباب اللي مقبلين على الهجره ان شاء الله. وشكرا وحنا راه بالدعم ديالكم كنواصلوا. كما كتشوفوا وصلنا للمحطة ديال الدراسة، هذه المحطة هنايا كاينة فيها القنطرة هذه، وهذا أول صباح 2024. أنا نقول لكم سنة سعيدة، ولكن كاينين واحد الفئة من الناس اللي هما دخلت عليهم هذه السنة 2024 ماشي سعيدة، منهم الأخ حسن اللي غادي نمشيو أنا دابا نشوفو فين كينعس، هنا فين ندوز ليلة رأس السنة وهنا فين صباح أول نهار في 2024. السلام عليكم خويا حسن. السلام عليكم. مساء عليك بخير. صحيح مزيان شويه الحمد لله. حنا كنعديو. اسم ديالك حسن ياك؟ اسمي حسن اخي، اسمي حسن شارك. كما كتشوفوا الاخوان اتصل بينا واحد الاخ واحد المحسن الله يعمرها سلعه، الاخ عبد اللطيف شاف حسن كينعس في هذه الخربه هنايا ودروا خاطرو وتواصل معنا، قال لنا بلي واحد السيد كينعس في الزنقه وحنا جينا يعني لبينا النداء وجينا من برشلونه حتى للتراسة. اول حاجه بعدا كنبغي نشكرك خويا عبد اللطيف على هاد العمل الخيري ولا هاد الحسنه اللي بغيت دير في هاد السيد هذا، والله قلال الناس بحالك اللي كيشوفوا كيبغيو الخير للناس. والله انا سكتيني والله اجرك عند الله محسوب. عند الله عند الله. كيفاش كنتي كتلقى هنايا؟ لا انا في الصباح كنكون غادي نخدم كنمشي هنا للبار ديال الستاسيون كنشرب قهوه، واحد الصباح اتصلت فيه مسكين فهمتي كي كيتسرعد ما كيقدرش يشب لا قهوه لا هادي، هضرت معاه شفت الحاله ديالو ومعاه كنشوف الفيديوهات ديالكم دائما ومتبعكم الله يجازيك، وقلت هذاك هو يعني كما كنقول الاسباني الاوتيمو كارتوتشو فهمتي انا عايز والحمد لله هضرت مع الاخ ديالك رضا واتصلت معاه هضرت معاه ودرنا مع السيد البارح مع حسن ما جبرتوش هنايا واليوم انتم معاه وخليكم خويا حسن كداير لاباس عليك؟ شويه الحمد لله. دابا هنا فين كتنعس انت ياك؟ لا كنعس هنايا الظروف جابتها وانا عمري ما نعست هكا عمري ما تكرفصت، كنت دار بالحجاب زعما راه عندي العائله وعندي هذه وسقطت قضيه خاويه ما واخا خويا حسن كيما كنت ناوي انا زعما كيما كنت عايش. هادي راه هي الغربة، أي واحد كيكون ناوي واحد البلان كيجي هنا كيلقى بلان واحد آخر. بغينا نبداو معك خويا حسن من الأول، فاش طلعتي هنا لأوروبا؟ شحال دابا عندك في أوروبا؟ يعني؟ كانت عندي شي 3 شهور ما كملتش واقيلا 3 شهور يعني حليت عيني هنا. يعني طلعتي هنا حليت عينك هنا. ماشي خلقت في المغرب. يعني تربيتي هنايا؟ تربي حياتي كاملة هنا. يعني مع والديك هنا تربيتي وتكبرتي و شفتها فالنسيا هنايا.
ها هو. وكيفاش كانت الحياه ديالك انت يا من قبل؟ خدمه خير، خدمه خدام بخير، ما كانش حتى شي خير. كان عندي كل شيء ديفوز، خدام بجوج صغير. عندك شي وليدات ولا عندي واحد؟ الله يخليك. عندي واحد وما كنشوفوش شي. ما كتشوفوش؟ مولي كان الناس بلدت فيه والنار فيه، ما كان يبان لي شي. كاين دابا خويا حسن، انت خلقتي هنا يعني تربيتي هنا وكبرتي هنا وكنتي خدام بخير وبخير وتزوجتي، شنو اللي خلاك توصلت لهاد الحالة هادي؟ الكحلة، الملية، الملية، الملية اللي دارت لي بها، الملية هي اللي درجتني. كحلة؟ أنا كان عندي كل شيء، الحمد لله كل شيء، أنا عشت أحسن من الملوك أصاحبي. شوف باش نمشيو دقة دقة، دابا أنت مني توفوا الوالدين ديالك، كان بقى عندك الإخوان ديالك هنا؟ المرأة ديالك؟ ولادك؟ لا المرأة ديك الساعة بقاتش. المهم تفارقتوا. كان بقى عندك ولدك وخوت؟ عندك خوتك هنا؟ عندي شكرا الله عندي خوت. شنو اللي وقع لك أنت تدخلتي لهذا العالم ديال الدروغا؟ الجارة، الجارة ديالي التسعينية صاحبي. الجارة ديالك؟ الجارة سميتها مونيكا. هذيك اللي كنقول لهم لا، كنقول لهم لا لا نهار لا كونر لا كونر لا كونر لا. واحد النهار جربت، جربت لا غدا جربت ثاني صافي. المرة الثانية كتجرب بزز منك صافي. والثالثة، الثالثة صافي جرت راسي واحد مرت. قالت لي علاش مرت؟ قالت لي مالك؟ قال سما قلت لي فيها سخانة وبرودة. قالت لي مفهوم طبيعي. قلت لها لا، قلت ما كملتش هي الساعة. قالت لي عندك فلوس؟ قلت جبت فلوس، جبت 400 بسيطات. 400 هي ديك 24 الأورو. 24 الأورو. عطيت جملة أخي شفتها جبتها كانت سلعة. دخلنا تحت الدرج ديالي، شدينا الباب وكمينا طاف 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 طاف. هاي حسيت راسي مزيان. يعني كان لك مونو؟ قالت لي ستاسين غانتشاو. قالت لك؟ قالت لي ستاسين غانتشاو. انت تبليجي دابا صافي. هي هذيك بقيت هكاك ما هدرت ولا مع والدي لا مع المرأة اللي تواهد ما داش معهم. أنا تنطوش اللي أصني كنطب معاونة ذيك ساعة. أنا ما تنطوشي زعما ملي كندير والو. ويا ذيك ما عرفوها حتى على 6 سنين كاع. حتى 6 سنين عاد عرفوا كون ديك. ولكن أنت دابا من ديك الساعات وليتي دايما مني كيقدر لك راسك كتمشي عند هذيك مونيكا باش كتشري ديك البلية ولا واش كتشريها راسك ديك الساعة؟ كتشري راسك. كنا عند خيطان وندخل عندي. واخا هنا قبل ما نكملوا بغيت غير نوصل واحد الكلمة للناس باللي راه كاين اللي كيكون عقله طايش في الصغر سيرتو الشباب اللي جون يعني كيقول لك راه غنجرب، انا راني واعي ما يدير لي والو غنجرب وانا عارف هادشي هذا خايب. كيجرب النتيجة. شوف شنو كيوقع ملي كتجرب. اخي الياس هاد النقطة اللي قلتي ديال الصغر وهادي راه بزاف بزاف المغاربة طايحين في هذا المشكل. 20 عام 18 عام شحال كنعرف من هنايا كيجيو بوحدهم ما عندهمش شي ريسبونسابل مثلا بال شحال كيبقى راه نجرب ديما نمشي لديسكوتيكا غدا شحال من دري كيلبس بزاف. دابا ها انتم كتشوفوا الاخوان ها البلاصة شحال كيناس شوف بلا كبيرة. شوف هادي واش هنا عيش بنادم مع صاحبي؟ ها؟ انا عيش بنادم اقول الصراحة. شوف هادي لا حول ولا قوة الا بالله. هادو الدو ديالي كنشربو شو الدواء عندي شوفو شتي كبير هادشي خرجو من الطبيب هادو؟ الطبيب ديال اش هادشي هادو؟ ديال اللي كندير انا دياليز هاديك واعرة. لا حول ولا قوة. قال لي مهمة. واخا شوف اخليهم دابا هنايا. لا لا بغيت نسولك 50 نهار يديهم ليا ما كاينش اللي يديهم لك خويا حسن. انا بسم الله. شحال من عام وانت كتنعس في الزنقة؟ من عام
عام وانت كتنعس في الزنقه. خويا حسن انا اخي ما يجيش دابا انت بالناس هنايا. لا تلف على صاحبي يكون حشم مع صاحبي ما كرضاش ما رضاش يا صاحبي. اش عندي نسيب راسي في قنطره؟ لا لا عندي ماشي هو الحل. عندي نمشي كاريتا بحال هما داو لي او انه يديو لي فلوس ما نديرش والو. مشيت البوليس شوف سبحان الله ربي كبير البوليس ديك الساعه جبانو سكرتان ديك الساعه. واخا دابا انت اللي بغينا نعرفوا حنا دابا باش الناس حتى المتتبعين ديالنا يكونوا حتى المتتبعين ديالنا يكون عندهم علم بالموضوع. علاش هاد انت واش باقي مبليف هادشي ديال الدروكه؟ لا 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 شحال دابا ولا شحال دابا باش قطعتي هاد العالم هذا؟ قطعت سنين قارو صافي. دابا الناس اللي كيتفرجوا فينا راه كتبقى فيهم كما بقيتي فينا حنايا. يعني انت السيد اللي كان كتصورني راه كشي تاثر ومشى له. دابا الناس يا اخي شوف ماشي مشكل. دابا الناس اللي بغاو يتعاونوا معاك شي بركه. هذيك البركه شنو غدير بها انت؟ واش غادي تمشي تقلب ما تاكل في تنعس ولا تشري بها البلاد؟ لا الدار الدار. يعني انت بغيتي شي انا بغيت نفتح اللوبه. يعني بغيتي شي دويره فين تخبى واخا عبيت؟ عندي ديالي عن حرقة ما وليت لا شيء. أنا حرقوها تحرقت لي أنا. أنا جيت ديالي سيس بتحالي الدم جيت هكام وصحاب الأبنانس غوتوا للطبيب قالوا له ذيك ديال الأبنانس قالوا حسن ما قدرش نديوه في هاد الكيلوس اللي حيدتي له. واش انا كنت كنزن 68 كيلو وليت كنزن 49 50. كون كانوا الوالدين ديالك باقيين في الحياه ما كنتيش غتنعس في الزنقه بحالك؟ لا 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 حسيت افتقدتيهم؟ حسيت بيهم وعرفت شكون كيسواو والميزان ديالهم ما عندهم ثمن. لو كان يرجع بك الزمن اللور اللور شنو كنت تدير؟ لا اللور نولي نخدم اخي. ما تتبعش ديك مونيكا ما تتبعش ديك لا 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 مشيت انا راجل صاحبي كنشوفها صاحبي الاصناف. واخا قلت لي عندك وليد. عندي واحد 25 عام دابا تبارك الله. لا 25 عام فوقاش اخر مره شفتيه؟ فوقاش اخر مره هضرتي معاه؟ هادي دابا ضرب بزاف من الشوش اخي شي لما انا رجع نقول لك ما عرفتش واش سبع شهور ولا ثمان شهور ولا عارف شي. انت ما توحشتيش ولدك؟ واش ندير وانا مشيت عند البوليس مشيت هنايا كيقولوا لي ما حنا ما نقدرش نقول لك فين واحد الا بغى هو ولد بيبتي شي. هو عارفك انت هنا؟ والله ما علينا اخي. ما تراسا؟ لا ولا اي ولد اي ولد كدار لي في ولد كدار لي انا ما عارفش الصراحه ما عارفش. ولكن هو لا شافك يعرفك؟ مشي بواه ما ربما يشوف هذا الفيديو. شنو بغيتي تقول له؟ شوف شنو بغيتي تقول له؟ شي رساله بغيتي توصلها له؟ اولدي حشومة عليك زعما راه ما درت لك والو انا. انت الشيء راه اللي دارت امك بحق هي داك الشيء دارته مزيان على عليك انت وعلى بنتها وانا فهمتها. قلت انا كنت غلط في الدنيا ولدي انا ماشي زعما شي ربح كنت كنربح ولدي ربحت وانت الشيء اللي كان عندي كل شيء اللي دوزها وكل شيء مشى في الهاويه. دابا ان شاء الله الا شتي هاد التصويره هادي وهاد الفيديو هذا فتش عليا وسول عليا ولا اجي عندي انت الشيء انا تحت ستاسيون واجي عندي طلع عليا. كيهضر بالعربية هو ياك؟ كيهضر بالعربية. هو الأب ديالك راه كاين في ستاسيون ديال تراسة إيست. إيست. إيوا راه خطرت يا ولدي أجي عندي. الله يجازيك يا ولدي. راه حضرني بعرسك إن شاء الله وشي حجة ديالك وديالي. وإن شاء الله ما يكون على خير يا ولدي. حنا ولاد الخير أنت راه عرفت كاين. ولي كان كلشي. أنت شتي. قسمو داو لي داو صافي ما تفكرش في داك الشيء. انت ماشي دابا هاد الشيء المومنتو ماشي ديال هذاك التفكير هذاك المومنتو هذاك واحد اخر. ها ولدي خويا حسن باقي عندك شي عائله في قصر كبير ولا مبقاش عندك؟ والله ما نعرف عندي وخلا دار عمي
لا عمي هذا ولادو قال منين الطاليان هو اللي خطب. وخوتك هنا ما كيسولوش فيك؟ لا صافي نساك وليتي وحداني بوحدك عايش هنايا. صافي عايش هنا. شنو هاد الدواء اللي عندك دابا كنلقاها ديال اش هاد الدواء هذا؟ شنو المشكل اللي عندك؟ شنو المرض؟ ديال الرينيون كيصافي لي الدواء كيصافي لي كلاوي. عاد كنمشي خمسة سوايع كل نهار نهار لا اليوم عندي اليوم عندي اليوم شنو اليوم؟ يوم اثنين اليوم اليوم أول نهار في رأس العام أول نهار في 2024 الناس راه صابحين محتفلين والأخ كما قلت لكم في الأول أخ حسن صابح في هذه الخربة هنا الناس احتفلوا وبداوا كيتمنوا سنة جديدة تكون عليهم بالأفراح بغينا الأخ حسن تاهو 2024 من نهار الأول بغينا إن شاء الله هذه السنة دي تبدل وتولي عنده أحسن سنة إن شاء الله. ما كنت عارف أخي الدنيا غدارة لا حول ولا قوة إلا بالله الدنيا بحال بحال البحر بحال بحال البحر كل موجة ماشي بحال بحال يعني سبحان الله كنتي شوف فين كنتي دخلت لهاد العالم ديال الدروكا شوف فين وليت ما حسيتيش براسك حاول 12 عام ديال الحبس 12 عام ديال الحبس 10 عام شنو السبب ديال هاد الحبس؟ الحبس عادي مشي على السرقة ما وقع واحد المشكلة جاي من الخدمة كون جاي بيكالا كانوا كيعطيو بيكالا جديد في البنكة ديك المنطقة مبايع كانوا خرجوا شو كان البنكة تا واحد ما كان عنده ديك الساعة وخا كان عنده بيكالا ديال ديك كتشوي 3 مليون ديالنا مغربية ديك الساعة والله العظيم اخ جو شرينا وحدة خلصها الوليد في ضربة وحدة قال لي وخلص 40 نوبة واش كل سيمانة كيقول لي ما خلصتينيش واش كان بغاو يسرقوها لك ولا كيفاش؟ لا هو وانا جاي من الخدمة وجايب بيكالا طنطن وحنا عندنا لها ثلاثة هاد شي سنين ما كنرميهمش انا مخبهم معايا في ما كنمشي كديهم معايا واخا ما عندي شي هادي خصنا على اللصقه خصني نشريها كنساها خصك اللصقه باش تلصق السنان باش كان غير اللصقه الاخوان باش يلصق السنان ديالو ما كيقدرش يلصقهم ما تضيعهمش ان شاء الله وانا انت شتينا حاليهم اخي ان شاء الله غادي انا قلت لك دابا دير ديك دابا نفكر نشوف حياتي جديدة نبدل حياتي نولي بحال الناس كيما كنت أنا كنت كنلبس سبيد على صاحبي كنت كندخل كرة إنجليز كيلبسوني بالمترو وهكا المترو حق الله العظيم المترو يعني كنت كان عندك شوية الفلوس ديك الساعات كنت خدام صاحبي كنخدم نهار وليل نهار وليل كنت خدام كنت كنخدم في البني من الحال دابا الاثنين والجمعة البني والجمعة والسبت بالليل الجمعة والسبت والحد نخدم في الزبل خويا حسن دابا حنا عرفنا بلي عندك انت كدير الدياليز يعني كتصفي الكلى هذيك هذا الدواء اللي كتشوفوا عند الاخوان وكيناس في هذا البرد وشوفوا عامل هذا ديالنا كيخرج لك الدخان باش تعرفوا شحال ديال البرد واحد النصيحه شنو بغيتك تنصح الدراري الصغار او الشباب اللي بغاو يدخلوا لهذا العالم ديال الدروغه إلا شاف الريحة ديالها قرب خصو يبعد ما خصوش يوصل اللي يشوف فيها ولا يقول له هاك ولا كيعرض عليك لا ما كيبغيكش اللي كيعرض عليك عادوك باغي يشوفوك باش تجيب العلاقة من بعد ومن بعد تبقى تجيب العلاقة تبقى تجيبها له كل ساعة ما تستنشي براسك تعطي حياتك ومتستنشي وأنا الدروكا راه معايا شي لعب أرى الناس غلطة سحب مع نهار واحد هذيك راه طول الأبد أصاحبي طول الأبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي نجينا من السم من المشكلة اللي صيفطها لنا والله يعطيهم الدل والله يعطيهم اللي ما عطاهم شي اللي صنع هادشي الله يا ربي الحبيب يخلصوا بصح يخلص الندم بصح اللي دار هادشي وكتعدم شي على واحد كنت متاكد خويا حسن راه اي واحد كيبيع هادشي ديال الدروغه ولا كيحاول يبيع شي حاجه كتخرج فيه ان الله يمهل ولا يهمل الا ما خرجش دابا تخرج فيه من بعد خويا حسن باش نختموا هذا الفيديو هذا ان شاء الله شنو كتمنى من الناس اللي كيتفرجوا فينا الناس المحسنين ذو القلوب الرحيمه شنو كتطلب منهم شنو كتمنى شنو خصك طلب منهم اخي يقدروا يعاونوني ان شاء الله ربي يكون معاهم ربي يخلصهم
علاش انا وقتها فين نخلص بالحق ربي فوق منا اللي كيخلص. انا كنتمنى نخرج من هاد البلاصه فين كان الناس. انا واخا عندي خوتي عندي دي بحال ما عندي والو ما داير والو في الدنيا قبيحه ما درتش والو قبيح في الدنيا يعني ما كيعقلوش عليك. ايوا وهادشي اللي كنقول انا زعما انا قدرتو تعاونوني يعاوني ربي يخلصك ربي يخلصك وربي يزيدك الصحه ديالك ويربيك وليداتك اللي عندك والدنيا هكا غادا. انت شو تاكرتني انا البارح كنت عايش في اوتيل اليوم زخت بالركا يا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله. شكون اللي كان يقول حسن حسن في تحت الترن. انا ما كنتش كن اش كنقول لك استاذ باخي استاذ ولي سعد فهمت دوك الناس اللي حقينا اللي كيف هو ما فهمتش عليها كاينه عرفتهم اخي كاينه هو ما فهمتش عليها هو خصو هادشي هو خصو ولكن انت خصك هادشي حدا ولا قلت لك زعما عرفت الناس كاينين الناس هنا اللي كتهضر معاه ما كي ولكن حنا بغينا نعرفك انت شنو خصك واش خصك هادشي هذا نولي شي دويره ديالي ولا المهم فين تخبر في هذا مزيان نكون مسور وان شاء الله تكون ديك الساعه الصلاه والدين والعباده اخي امين. شوفوا يديك كيفاش دايره بالبرد. شوف كيفاش كنعس انا. شوف راه كنعس السيد عبد الواحد عبد اللطيف راه جا البارح راه قال لك قاه بغات تعب كاش وحده عازد ليك كاش الثاني. والله انت اخويا عبد اللطيف انت راه اجرك عند الله والله خيرك ما غاديش ينسى هذا السيد. عبد اللطيف ما عنده ثمن معايا انا ديالك انت والله. دابا عبد اللطيف ما عنده ثمن معايا انا دار وانتوما كاملين والله عندي عازيتو وجيتو طلعوا عليا وجيتو تشوفوني. شو اخلي شي داخلي اخلي انا قلنا كنكذب على راسي. وكترمي الدواء دابا انت؟ لا ماشي كنرمي هاك كتحيدو صافي يلا يا مكرا شوف الشطار شكون غادي ماشي مشكل حنا ما كنقول شي اجي بحال اجي حنا راه ما كرهناش حنا ما تشطرنا حنا ما كرهناش نحيدوك من هنا كاع تحيد ان شاء الله. خويا حسن هاد الرسالة ديالك وهاد النداء ديالك راه وصل عند المحسنين. دابا امين يا ربي يا ربي امين يا ربي. كنطلبوا الله يعني الناس تشوف من حالو والسيد كما قال لي راه ما بقاش مبلي بالدروغا يعني مبلي غير بالكارو. لا 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 يعني راه عاب الكارو السيد اصلا راه كيتعالج راه كيدير الدياليز. فكنطلبوا من الله ان شاء الله يعني تعاونوا معاه واللي ما قدرش تعاون معاه على الاقل غير يدعي معاه. وبارطاجيو الفيديو ديما اخوان بارطاجيو الفيديو باش واحد اخر يقدر يتعاون معاه يوصلوا هذا الفيديو هذا ودلوا على الخير كفاعله. اي واحد بغى يزور اخ حسن ولا بغى يجي يشوف فين كاين راه تحت القنطره ديال محطه ديال التران تيراسا ايست. عاد تنزل في التيراسا ايست هو هذا هو لاكار حنا تحت لاكار عاد تنزل غتلقاه هنا مسكن كاع صافي يا بلاتي يا جماعة هادشي صافي ماشي مشكل خويا حسن. أنا عليكم نتوما كنحشم مزيان في هادشي. بغيتي نوصل واحد الميساج إلا كان شي واحد كيتبع اليوتيوب ولا شي فيسبوك ولا انستغرام يتبع رمانوس بارسيلونا راه الدراري كيعاونوا الناس اللي اليوم ما كيتبعوش التفاهة. هذا هو الفيديوهات الاصليه اللي بنادم اللي خصو يتبعها ما يتبعش اللي كاين التفاهه ولا شي حاجه. لما شي واحد يبارطاجي ولا يدير شي اي شي حاجه من شي فيديو هما ديال رمانوس بارسيلونا انا تبعهم بزاف فيديو ديالهم شكرا بزاف. معنا جينا كنجريو عندك دابا عيط لهم واخا تعطلنا عليك شويه ماشي مشكل عيط لهم نهار لا غدا جاو هما يهضروا مع السيد وان شاء الله وخيرك انت. شوف الخير كامل هذا عندك انت خويا عبد اللطيف والله لقاش انت اللي شفتي هذا السيد هذا وبقى فيك وتواصلتي معنا. راه بزاف ديال الناس سمح لي قاطعتك راه بزاف ديال الناس راه كيدوزوا من هنا وكيشوفوه ويا حياه اللي من هذه هنا في الطراسه كاين بزاف ديال الناس مغاربه مصاب هاد الناس واخا هي 5% من الناس اللي في الطراسه يشوفوا في هذا السيد. الا شافوا فيه 5% السيد يكون مزيان الحق اصلا كاينه واحد الجاليه مود اللي كاينه بزاف ديال الناس في الناس مغاربه برشلونه راه هي الطراسه كاين الناس بزاف الطراسه المغاربه بزاف موجود كاين الناس قصاد العرايش الناس العوامل اي انحاء المغرب. وهذا السيد هو سميتو حسن ساكن تحت ستاسيون ايست عنده 50 عام اللي بغى يعاونو يجي عنده هنا ديريكت. الله يحفظك. راه ما كاينه شي واحد لا هاد الناس ديال يوسف كينصبوا على شي حاجه ما كايناش هاد الناس كيعاونو يجيو عنده ديريكت ماشي عنده العنوان ديالو كاين
حنا درنا الوساطه والكامل لله ان شاء الله. راه انت غادي ينزل من التران مع التمشى ولا عاد نزل ها هو في الدروج انت هنايا الدروج ان شاء الله. الله يحفظك اخويا عبد الله. سقسي عليه كاميرا ديال الباص كله هو انت. الله يكثر خيرك.